أصبحت إلى جميع مرحلة بكم في الدورة الأخيرة لمجلس جامعة الكنس لشهر فبراير 2023. أول شيء كنت أستعين الكاتب المجلس يعطينا واش عندنا نظام. تفضل أستاذ دكتور وزير. السلام عليكم. صباح الخير. النظام الكتابي الحضور في الآن وثلاثة الحضور. شكرا دكتور أبو زيد. إذن قبل ما نبداو الإشغال ديال الدورة هذه كنستدعيكم باش نقوموا بقراءة الفاتحة ترحما على روح شهداء زلزال الذي ضرب تركيا وجزء من سوريا، وكذا على روح أخينا أخينا وزميلنا السيد حكيم نائب البرلماني وكذا رئيس